بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف نتحدث عن رسم الأعمدة بيانيا، وهي الأعمدة المتعددة، سواء أعمدة متجانبة أم أعمدة مترصة. على سبيل المثال، يوجد لدينا بيانات شركتين تعملان في مجال الأعمال التجارية، ولدينا البيانات التالية خلال الأعوام من 2001، 2002، 2003، 2004 و2005. خلال الخمس أعوام قامت كل من الشركة X1 والشركة X2 بتحقيق عائد على الاستثمار أرباح بمقدار 23.42 خلال عام 2001، 85.35 للعام 2002، 72.21 خلال العام 2003، 43.16 خلال العام 2004، 52.9 خلال العام 2005. لنرى كيف يمكن تمثيل بيانات كلا من الشركتين معا من خلال أعمدة متجانبة. أولا لنستورد مكتبة نامبي، بنكتب import نامبي، أعطيها alias name، أكتب is np، وبعدها أستورد مكتبة مات plot، فبكتب import مات plot library dot python plot، أعطيها alias name as plt. بقوم بعمل متغير يمثل أرباح الشركة الأولى كقائمة، فبكتب هنا داتا واحد يساوي، وافتح سكويل براكتس واكتب أرباح أو العائد على السهم للشركة الأولى، فبكتب هنا مثلا 23.85.72.43.52. بعدها بفتح متغير يمثل العائد على السهم للشركة الثانية، وهذا المتغير سيكون أيضا متغير قائمة، فبكتب data 2 يساوي، وافتح square brackets واكتب 42.35.21.16.9. افتح متغير مثلا width العرض يساوي 0.3، اي عرض العمود اللي انا هرسمه، البار اللي انا هرسمه في الرسم البياني. بعدها بستخدم متغير plot.bar وافتح اقواس واكتب هنا الالياس نيم الخاص بمكتبة نامبي، فبكتب np.arrange، استخدم المدى A range، وهذا المدى هيكون طوله اللينس خاص مثلا بالداتا واحد. طبعا الداتا واحد عندي هنا خمس فترات فبيمثلهم عندي، وبعدها اخد كوما واكتب بيانات داتا واحد، اي القائمة الخاصة بارباح الشركة الاولى، واخد كوما واكتب ويتس عرض العمود هيساوي متغير ويتس اللي انا فتحته في السطر رقم 5. بعدها بستخدم الالياس نيم ايضا بلوت دوت، وارسم ايضا البارز الخاصة ببيانات الشركة الثانية، فبستخدم np الالياس نيم لمكتبة نامبي دوت ارينج، وايضا بستخدم اللينث الطول الخاص ب داتا 2 للشركة الثانية، وأخذ هنا كوما وأكتب، طبعا هنا بضغط زائد وأضيف هنا الويدث العرض لكي أضع العمود الخاص بالشركة الثانية بياناتها بجانب الشركة الأولى، أي أضع الأعمدة الخاصة بداتا 1 بجانب داتا 2، ويكون هنا الفارق ما بينهما في المكان هو
ويتس، والويتس هنا بوينت دوت 3، وبعدها كوما ونكتب داتا 2 كوما ويتس، عرض العمود هيساوي المتغير ويتس، وبعدها اكتب بلوت دوت شو، اعرض الرسم البياني لكلا الشركتين معا. نضغط رن ونرى النتيجة. هنا عرض بيانات كل من الشركة اكس واحد والشركة اكس اتنين معا كأعمدة متجانبة. نجد هنا الفترات، وكتب هنا الفترات 0 و 1 و 2 و 3 و 4، وكتب لي العائد على الأرباح على الإحداثي Y، لكن أريد أن أضف بعض التحسينات والتوضيحات على هذا الرسم، أي حول 0 و 1 و 2 و 3 و 4 الفترات التي قمنا بتحقيق فيها الأرباح لكلا الشركتين إلى سنوات، وأيضا أضع هنا البروفيتس وأضع عنوان للرسم. نغلق وبنضيف هذه البيانات. بنيجي هنا قبل بلوت دوت شو، افتح هنا متغير ليبل يساوي، وافتح هنا سكوير براكتس، وافتح سنجل كوتيشن واكتب مثلا العام 2001، وبعدها كوما سنجل كوتيشن 2002 كوما سنجل كوتيشن 2003 كوما سنجل كوتيشن 2004 كوما سنجل كوتيشن عام 2005. بعدها بستخدم الاسم الالياس نيم بلوت دوت، واحدد هنا الاكس تكس، اي البيانات التي سيتم كتابتها على الاحداثي السيني، وبنكتب هنا الرينج المدى، ونفتح قوس ونكتب هنا اللينث الطول، هو مثلا بالبيانات داتا واحد، داتا واحد او داتا اتنين، هما كلهما خمس فترات، وبعدها بنضغط هنا كوما وبنكتب هنا المتغير ليبلز، والمتغير ليبل هنا بيحدد الاعوام او الفترات التي سوف يتم عرض البيانات خلالها، اي عام 2001 2002 2003 2004 2005. بعدها بنضع عنوان للإحداث X، فبنكتب هنا plot dot X label، ونفتح قوس وsingle quotation ونكتب إن دي years الأعوام. بعدها بنحدد هنا عنوان أيضا للإحداث Y، فبنكتب هنا plot dot Y label، ونفتح brackets ونكتب هنا single quotation ونكتب إن دي profits دي الأرباح. نضغط رن ونرى النتيجة. هنا عرض لي البيانات أو الفترات على الإحداثي X، كتب هنا 2001 2002 2003 2004 2005 لكلا الشركتي، شركة X1 والشركة X2، وعرض هنا Profits عنوان للإحداثي Y، لكن هنا لم أضع عنوان للرسم الرئيسي، فبغلق و بنرجع تاني وبنكتب هنا plot dot title عنوان رئيسي، ونفتح brackets ونكتب ان دي profits ارباح for x واحد company and x two company. نضغط run ونرى النتيجة. هنا عرض لي العنوان الرئيسي Profits for X1 Company and X2 Company، لكن هنا لا أدري العمود الأزرق والعمود البرتقالي ده خاص بأي شركة، أريد أن أغير كلا من لون كل شركة وأضع هنا Legend خاص بكل شركة، أي مفتاح رئيسي للرسم من خلاله أحدد كل شركة بلون مختلف. نقفل ونحدد هنا مثلا بيانات الشركة الأولى، ناخد هنا كوما ونكتب هنا color يساوي هنا وبين single quotation واكتب red، ان ضع بيانات شركة X1 باللون الأحمر، وهنا
ناخد ايضا في السطر ده كوما ونكتب هنا color يساوي بيانات الشركة الثانية مثلا باللون جرين الاخضر. نضغط run. نرى هنا وضع ليا البروفيتس فور اكس 1 كومباني اند اكس 2 كومباني، وده التايتل الرئيسي، ووضع ليا هنا الالوان الخاصة بكل شركة. فمثلا بيانات الشركة 1 اي داتا 1 الكالر الخاص بها لونه ريد احمر، وبيانات الشركة داتا 2 الشركة اكس 2 بياناتها باللون الاخضر. لكن القارئ العادي لا يستطيع ان يعرف علامة يرمز العمود باللون الاحمر والعمود باللون الاخضر، لا يعرف ان دي اكس 1 ودي اكس 2، وبالتالي يجب اضافة هنا ما يعرف بالمفتاح الخاص بالرسم او الليجند الخاص بالرسم. هنقوم بالخطوات اللي جاية ان احنا نضيف هذه المفاتيح التي توضح علامة يرمز اللون الاحمر واللون الاخضر. نغلق هذا الجراف ونقوم باضافة الاكواد التالية. بنيجي هنا قبل بلوت دوت شو وبنكتب الكود التالي، بنكتب هنا colors تساوي، ونفتح هنا curly brackets ونكتب هنا single quotation، ونكتب هنا x2 company بان دي شركة x2، وبعدها هنا بناخد كله ونحدد اللون، فبنكتب هنا single quotation وبنكتب هنا اللون red، وبعدها بناخد كوما ونحدد الزوج الثاني، فبنكتب هنا single quotation x2 company بان دي شركة x2، وبنكتب هنا كله وبعدين single quotation وبنكتب هنا green. في السطر اللي بعده بنحدد هنا الليبلز العناوين الخاصة بهذا المفتاح، فبنكتب يساوي ونكتب هنا list قائمة، ونفتح هنا brackets ونقول له خد عندك هنا الليبلز من المتغير colors dot كيس، ياخد هنا الكيس الخاصة بالcolors وهي x2 company و x2 x1 company و x2 company. بصلح دي وبكتب هنا x1 company وهنا x2 company. في السطر اللي بعده بنكتب هنا handles المقابض، والمقابض هنا عبارة عن مربعات او مستطيلات الوان صغيرة بتتكتب في الكيس. بنفتح هنا السكوير براكتس لان هتكون مجموعة، وبنستخدم هنا plot dot rectangle ارسم ليا مستطيل، ونفتح هنا البراكتس مرتين ونحدد ابعاد المستطيل 0.0، وبعدها هنا بعد البراكتس الاول ده بنحدد هنا كوما ونكتب 1.1، وبعدين كوما ونحدد اللون الخاص بكل مستطيل بيساوي color بيساوي colors مجموعة الألوان اللي عندي، وهنفتح هنا square brackets ونقول له خدها من المتغير label. طبعا هو مش هيعرف هنا المتغير label، لأن المتغير label هيكون متغير من الحلقة التكرارية اللي أنا هعملها أو for label، يعني لكل ملصق إن الليستة اللي جاية اللي هي ليستة labels اللي أنا سبق إن أنا كتبتها في السطر رقم 14. بعدها بنضيف هذا المفتاح، فبنكتب هنا plot dot legend ضيف المفتاح ده او legend دي، ونفتح brackets ونقول له ضع المقابض الاول الهاندلز، نكتب هنا كوما labels اللي انا سبق labels اللي انا سبق حددتها في السطر رقم 14. نضغط run ونرى النتيجة. هنا وضع لي الكيز هنا او الكي هنا اللون الاحمر اللي دي بيانات x1 company و x2 دي بيانات الشركة الثانية. لو انا عايز اعرض البيانات بشكل stack بشكل متراص، يعني عايز احط بيانات الشركة الثانية فوق بيانات الشركة الاولى، طبعا الاعمدة هنا متجانبة دي x1 ودي x2. لو انا عايز اضع x2 على x1 بنغلق الرسم وبنقوم بعمل التعديلات التالية. فهنا بنيجي نمسح هنا الويتس من هنا كده، وبنفتح هنا نكتفي بالرينج، نكتب هنا رينج فقط، فبنمسح دي ونكتفي بالرينج، وهنا نمسح من عند الاي دي ونكتفي هنا بالرينج بالمدى.
ونيجي هنا ناخد كوما وبنكتب هنا bottom، يعني ضع ليا في الأسفل البيانات بتاعت داتا واحد اللي هي خاصة بالداتا واحد، بيانات الشركة الأولى، ونضغط run ونرى النتيجة. هنا ألاقي الباتوم 1 اللي هي بيانات الشركة الأولى، وضع عليها بيانات الشركة الثانية، ودي بنقول عليها ستيك بارز يعني أو مالتيبل بارز. هنا الستيك بارز هنا إن بيضعها بشكل متراص يعني على بعضها، فبالتالي ده اللون الأحمر اللي دي بيانات X1، ودي بيان اللون الأخضر دي بيانات X2، ولكن وضعناها هذه المرة بشكل متراص. ده بالنسبة لعرض البيانات في شكل أعمدة إما متجانبة أو أعمدة متراصة بالنسبة للرسوم البيانية. إن شاء الله سأضع لك هذا الرابط في وصف الفيديو لكي يمكن تعدله وتضيف هنا ممكن بيانات شركة واحد وشركة اثنين وشركة ثلاثة أيضا، وبالتالي هتضطر إنك تعمل داتا ثلاثة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.